وللاقتراب أكثر من المشهد، مشهد زيارة رئيس الوزراء إلى الرياض، ينضم إلينا هاتفيا دكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. يعني تعليق حضرتك يا دكتور رامي على هذه الزيارة في هذا التوقيت. في البداية برحب بحضرتك والسادة المشاهدين. يعني يمكن الزيارة دي مش بس بتعكس حرص مصر على تطبيق علاقتها مع المملكة باعتبارها دولة شقيقة في المنطقة، وإنما حرص السعودية أيضا على يعني دعم المقاومات المصرية، خاصة المقاومات الاقتصادية. نعم. لأن يعني كل الناس عارفة أو حتى على المستوى الإقليم إن في تحديات اقتصادية مصر بتمر بيها، وبالتالي يعني أول حاجة وأهم حاجة لمواجهة التحديات دي هي زيادة الاستثمارات. وبالتالي زيادة الاستثمارات هنا بتبقى دايما مصر هي من أهم أو أكبر خمس دول أو أكبر خمس دول للاستثمارات السعودية خارج حدود السعودية، كان من ضمنها مصر. نعم. لكن الزيارة دي هي بتعكس حرص مصر مش على زيادة فقط الاستثمارات السعودية، إنما على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين السعوديين في داخل مصر. وبالتالي كل ده بيجي من حرص الحكومة على يعني مواجهة التحديات الاقتصادية اللي بتأثر على الشأن الداخلي المصري، وفي نفس الوقت زيادة فرص الاستثمارات اللي هي بتمثل طوق النجاة حقيقة في يعني تحسين الوضع الاقتصادي الداخلي. نعم، يعني هذه الزيارة ماذا يأتي بعدها دكتور رامي في توقعات حضرتك؟ ان طبعا هيبقى في المفروض ان هيبقى في اتفاقيات هتتمثل او هتعكس مشاريع استثماريه بشكل كبير جدا. نعم. يمكن من ضمنها المشروعات اللي هي بتلبي احتياجات مصر، وفي نفس الوقت عشان اكون صادق وامين مع حضرتك بتلبي ايضا احتياجات السعوديه. السعوديه بيبقى ليها دلوقتي طموح اقليمي ونفاذ او رغبه في نفاذ للمنتجات السعوديه، ومصر بالنسبه لها بوابه انتشار او بوابه عبور لافريقيا. ليه يا فندم؟ لان مصر بسبب عضويتها في اتفاقيه الكوميسا اي استثمارات سعوديه على ارض مصر السعوديه تقدر تصدرها لكل الدول الافريقيه بزيرو جمرك، يعني ما تدفعش ولا مليم جمارك، وبالتالي ده يعتبر يعني نجاح او انتشار للاقتصاد السعودي. نفس القصه مصر، ان الاستثمارات دي مثلا ممكن مصر تستفيد من السعوديه من نفس المنظور خاصه في القاره الاسيويه، ده غير منطقة الخليج العربي أو مجلس التعاون الخليجي. لكن الأهم من ده كله أن الاستثمارات السعودية لما بتتعمل في مصر دي هتعزز من فرص التوظيف وفرص التشغيل اللي بدوره يقل من معدلات البطالة، وبالتالي يحصل تنشيط أكبر لعجلة الاقتصاد المصري، وهو ده اللي مصر محتاجاه. نعم، يعني هناك فائدة للطرفين. بالضبط. دكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.